صباح الخير عليكم مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم صباح دريم. النهارده يوم الاثنين 18 مايو 2015 9:30 صباحا بتوقيت القاهره. ان شاء الله يا رب يكون يوم سعيد علينا كلنا. فقراتنا النهارده متعدده، والحقيقه فقرتنا الرئيسيه الاولى هيكون معانا دكتور هاني طارق، اخصائي تجميل الاسنان، وهيقول لنا ازاي نحافظ على اسناننا، وكمان ازاي نقدر يعني نعتني باسناننا كل قد ايه نزور طبيب الاسنان، وايه الحاجات اللي فيها خطوره على صحة الأسنان. في فقرتنا الرئيسية الثانية الحقيقة هيكون معنا أستاذة عزة مغازي، هي صحفية وفائزة بجائزة الصحافة العربية اللي أقيمت في دبي يوم الأربع اللي فات. ده طبعا بالإضافة إلى فقراتنا اليومية، فقراتنا الإخبارية، صباحك نت زي النهاردة ومعلومة تهمك. بفكركم بطرق التواصل معانا على فيسبوك وتويتر صباح دريم، كمان أرقام التليفونات اللي ظهر قدام حضراتكم على الشاشة، واسمسز على 9 11 72 سبيس، ونكتب المسج اللي احنا عايزينها. مرة تانية بصبح عليكم، واستنونا بعد الفصل والأخبار المحلية. أول خبر معانا النهاردة في الأخبار المحلية من جريدة الأخبار، السيسي يوجه مميش بمتابعة إجراءات الاستعداد لحفل افتتاح القناة. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية امبارح الحد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اللي أطلع الرئيس على آخر تطورات الموقف بالنسبة لمعدلات العمل على مشروع قناة السويس الجديدة، تمهيد لافتتاحها في الموعد المحدد. أكد الرئيس على أهمية الانتهاء من جميع أعمال التكريك وإعادة المجرى الملاحي الجديد ليكون جاهز لإبحار جميع أنواع السفن، ده طبعا طبقا لقواعد والنظم البحرية العالمية، مع استكمال مجرى القناة الجديدة والانتهاء من أعمال التكسيات و وضع العلامات البحرية داخل المجرى الملاحي. تعالوا نروح لجريدة اليوم السابع ومحلب، يوجه بتحويل الأراضي المستصلحة بمشروع المليون فدان للري المطور. ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء امبارح اجتماع لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروع تطوير وتحديث منظومة الري الحقلي لتعظيم استخدامات المياه في الزراعة، وده كان بحضور وزيري الموارد المائية والري والزراعة. وصرح السفير حسام القويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المهندس إبراهيم محلب أكد خلال الاجتماع ده أهمية المشروع، خصوصا ان الدولة بتقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة اللي بتستلزم المزيد من الاحتياجات المائية، ده بالاضافة الى الاستهلاك المائي المتزايد للاستخدامات الصناعية والسكانية. وجه رئيس الوزراء كمان بان يتم تحويل كافة الاراضي الجديدة المستصلحة الى نظام الري المطور، بالاضافة الى الالتزام بتلك المنظومة في مشروع استصلاح المليون فدان الجديدة. تعالوا نروح لأخبار اليوم، والأهلي يفوز بهدفين متعب وعبد الظاهر على الإفريقي التونسي. حقق الأهلي فوز مهم جدا على حساب فريق الإفريقي التونسي بهدفين مقابل هدف على استاد السويس الجديد في دور 16 الثاني للكونفدرالية الإفريقية. سجل هدف اللقاء الأول الإفريقي عماد المنياوي في الدقيقة 36، وتعادل الأهلي عن طريق أحمد عبد الظاهر في الدقيقة 45، وأحرز الهدف الثاني للأهلي عن طريق النجم عماد متعب في الدقيقة 63. من جريدة المصري اليوم، وزير الدفاع يناقش مع رئيس الأركان الكندي سبل التعاون العسكري. التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالفريق أول توم لوتسون رئيس أركان حرب القوات المسلحة الكندية والوفد المرافق ليه اللي بيزور مصر حاليا. تناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من أحداث ومتغيرات بتلقي بظلالها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط بالكامل، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحث سبل زيادة أوجه التعاون العسكري في العديد من المجالات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، بما يدعم علاقة الشراكة والتعاون المصري الكندي. ومن الأهرام، عبد النور اتفاق التكتلات الإفريقية يفتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية في السوق الإفريقي. قال منير فخري عبد النور وزير التجارة إن مشاركة مصر في اتفاقية التجارة الحرة مع التكتلات الإفريقية الثلاثة كوميسا تجمع الشرق إفريقيا والسادك بيساهم في فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية في السوق الإفريقي، ومن ثم طبعا زيادة الصادرات المصرية إلى دول أعضاء الاتفاقية. أضاف عبد النور كمان خلال المؤتمر الصحفي اللي كان موجود امبارح
ان حجم التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول قبل توقيع الاتفاقيه الجديده بلغ حوالي 3.5 بليون دولار امريكي في سنه 2013، منها 2.7 بليون دولار صادرات مصريه، بما بلغت قيمه الواردات منها 0.8 بليون دولار، ليحقق الميزان التجاري المصري فائض قدر بحوالي 1.9 بليون دولار امريكي في نفس العام. من الوطن، المترو تشغيل محطة السادات مطلع شهر رمضان. أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم الهيئة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ومترو الأنفاق قال إن محطة السادات هيتم تشغيلها إن شاء الله مطلع شهر رمضان اللي جاي اللي هو 18 الشهر اللي جاي. وأضاف عبد الهادي كمان في تصريح لجريدة الوطن إن بناء على طلب المواطنين وجود قطار مكيف بالخط الأول للمترو وشكاويهم اللي بتلقاها على خدمة واتساب، أوضح إن بالفعل هناك قطار مكيف للخط الأول في مرحلته النهائية، وفي كمان 20 قطار هيتم تشغيلهم كل شهر تباعا. من شروق العمل الاستثمار توفير مقر الهيئة بالوادي الجديد لجذب المستثمرين. قال دكتور حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار انه هيتم افتتاح فرع للهيئة بالوادي الجديد للتيسير على المستثمرين وتذليل العقبات اللي بتواجههم، وكمان العمل على جذب استثمارات بالمجالات الزراعية والصناعية في المحافظة. اضاف فهمي كمان خلال زيارته للوادي الجديد امبارح الحد ان تم التعرف على مقومات المحافظة التنموية وفرص الاستثمار والمشروعات المطروحة للاستثمار الزراعي والسياحي والانتاج الحيواني والتسهيلات اللي بتمنحها المحافظة للمستثمرين ومعوقات الاستثمار والمشروعات المعطلة من فترة لإيجاد حلول سريعة وفورية لها لتصبح المحافظة جاذبة للاستثمار. تعالوا نروح لموقع في الجول. الزمالك الحكم ألغى أهداف سليمة 100% ولن نكتفي بشكوى واحدة. اتهم رحاب أبو رجيلة رئيس بعثة الزمالك في الكونغو التحكيم بأنه انحاز لسانجا طبعا في لقاء الفريقين ضمن دور 16 الثاني من الكونفدرالية. الزمالك خسر بهدف في مباراة الذهاب اللي أقيمت في الكونغو بهدف مقابل لا شيء، وقال أبو رجيلة أن الحكم ألغى 3 أهداف للزمالك بدون أي أسباب واضحة، وأن الحكم ده كان واضح تحيزه الشديد للنادي الكونغولي. أضاف كمان أبو رجيلة أن نتقدم بشكوى واحدة بس بل عدة شكاوى. طبعا طاقم التحكيم جاء على الملعب بطائرة واحدة مع إدارة سانجا بالنادي وطبعا رئيس النادي الساري، واضح ان هو بيتهم الحكم يعني ان هو جه معاهم والكلام ده. هنشوف ايه اللي هيحصل. اخر خبر من الاخبار المحليه معانا من جريده وشوشه. وحمائي داخل معسكر لتسجيل البومه الجديد. انتهى المطرب محمد حمائي من تسجيل البومه الجديد اللي تعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين منهم امير طعيمه ومحمد عاطف ورامي جمال وتوما. وكمان بيضع حمائي المسات الأخيرة للألبوم، ومن المقرر طرح الألبوم ده في العيد اللي جاي عيد الفطر اللي جاي. شارك حمائي جمهوره بالصورة من الاستوديو عبر موقع انستجرام وطلب من محبيه ان هم يدعوا له بالتوفيق للانتهاء من العمل، خصوصا انه معروف عنه حرصه الكبير على تقديم اغنيات متجددة كل مرة في ألبوماته. ان شاء الله بالتوفيق لمحمد حمائي، ومستنيين منه كالعادة ألبوم كسر الدنيا. ده كان آخر خبر معانا في الأخبار المحلية. بعد الفاصل الأخبار العالمية، مشاهدينا خليكم معانا. أول خبر معنا في الأخبار العالمية من صحيفة نيويورك تايمز، الصين تتحدى أمريكا بتطوير بعض صواريخها. قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الصين وبعد عقود من الاحتفاظ بالحد الأدنى من القوة النووية بتعيد هندسة كتير من صواريخها البالستية طويلة المدى لحمل الرؤوس الحربية المتعددة. ودي خطوة بيقول عنها المسؤولين الأمريكيين ومحللين السياسة أن هدفها على ما يبدو أن تتوقف الولايات المتحدة وهي تستعد لنشر دفاعات صاروخية أكثر قوة في المحيط الهادي. أضافت الصحيفة كمان أن ما يجعل قرار الصين هاما بشكل خاص هو أن تكنولوجيا تصغير الرؤوس الحربية ووضع 3 منها أو أكثر في صاروخ واحد كان في إيد الصين من زمان جدا، من عقود يعني، إلا أن القادة الصينيين المتعاقبين تعمدوا عدم استخدامها. هيستخدموها بقى دلوقتي فجأة ليه؟ ده اللي عامل قلق دلوقتي على الساحة السياسية العالمية. تعالوا نروح لواشنطن بوست.
أيرلندا قد تصبح أول دولة في العالم توافق على زواج المثليين باستفتاء شعبي. قالت واشنطن بوست إن أيرلندا قد تصبح أول دولة في العالم بتوافق على زواج الشواذ أو ما يعرف بزواج المثليين في استفتاء شعبي. ده ليه بقى؟ لأن الصحيفة أشارت إلى أن أيرلندا بلد كاثوليكي معروف بأنه محافظ للغاية، ودي حاجة غريبة جدا إن هم يوافقوا على حاجة زي دي لأن هم بلد كاثوليكي، وطالما عرفت بأن هي من أصعب الأماكن في العالم الغربي لتواجد الشواذ، وتم وقف تجريم الشذوذ فيها سنة 1993 بعد سنوات من الضغط من قبل السلطات الأوروبية. اعتبرت الصحيفة أن الحدث اللي وصفته بالتاريخي في الصراع من أجل حقوق المثليين بيعكس تغييرا اجتماعيا اكتسح أيرلندا في السنوات الأخيرة وضعف قبضة الكنيسة الكاثوليكية اللي بتمزقها الفضيحة حاليا. وقد عرضت الكنيسة هذا الاستفتاء بشدة، وهنشوف إيه اللي هيحصل بعد كده، لأن واضح ان يعني ان الموضوع انتشر بشكل كمان على المستوى يعني على مستوى المسؤولين السياسيين في أيرلندا. من صحيفة ABC الأسبانية، دراسة بتقول الأطفال اللي بيعانوا من الربو عندهم حساسية من الفول السوداني. صحيفة ABC الأسبانية قالت إن في الآونة الأخيرة ظهرت الكثير يعني من حالات الحساسية الفول السوداني عند الأطفال اللي عندهم ربو على صدرهم، وأظهرت التحاليل على الرغم من حتى الآن لم تكن هناك دراسة تربط بين حساسية الفول السوداني والربو الشعبي. أشارت الصحيفة إلى دراسة أجريت مؤخرا في الولايات المتحدة في العيادات الرئوية للأطفال تم عرضها في المؤتمر الدولي للجمعية الأمريكية لأمراض الصدر، اللي أكدت أن العديد من الأطفال اللي عندهم ربو عندهم حساسية من الفول السوداني بس مش عارفين. يعني من لحد مؤخرا لحد الدراسة دي ما كانش فيه أي دليل أو مستند علمي بيثبت أن فيه علاقة ما بين حساسية الربو عند الأطفال والفول السوداني، بس واضح أنه طلع فيه. طيب ده كان آخر خبر معانا في الأخبار العالمية. تعالوا بقى نروح للمرور ونعرف أخبار الطرق النهاردة. معانا على الهاتف سيادة العقيد مصطفى إبراهيم مدير غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح النور. صباح أهلا بيك سيادة العقيد. أخبار المرور إيه النهاردة؟ والله الحمد لله، يعني احنا عندنا على مستوى الطرق الخارجية يعني ما فيش أي حاجة يعني غير عادية. عايزين برضو نطمئن السادة المشاهدين على طريق مصر الإسكندرية الزراعي. يمكن احنا كان في عندنا بلاغ الصبح في منطقة عزبة أنور الممتد في مناطق دمنهور، تمام، ان في سقوط احد ابراج الكهرباء وان في توقف بالطريق الاخير. هي البرج نفسه كان في منطقة زراعية بعيدة عن الطريق، لكن الاسلاك طبعا كان يعني سقطت على جزء من نهر الطريق كده، وزملائنا في الحمايه المدنيه في الباحره تم تجنيبها وتم ازاله اثاره والطريق تعمل بكامل طاقته الان. تمام. المؤثر الوحيد اللي كان موجود اتفضل يا فندم. هو البرج ده سقط يعني فعل سياده العقيد ولا هم هناك زملائنا في الحمايه المدنيه بيتعاملوا مع البلاغ وبشوف الكلام ده كان بدري من ساعات الصباح عليه. تمام. احنا على المستوى المروري بنود ان احنا نطمن الساده المشاهدين على الطريق يعمل بحاله بكامل طاقته الان. اخر بلاغات المصدمات عندنا كان بلاغ تصادم في منطقه الطريق الدائري القوس الغربي اللي جاي من طريق مصر اسكندريه الصحراوي اتجاه الطريق الزراعي بعد مناطق كده في اتجاه محور المريوطيه بعد محور صف اللبن، عربيه اصطدمت باحد ركيب الموتوسيكلات واصيب، وكانت اصابته شديده شويه تم له سرعه الشفاء عاجل، لكن يعني الحمد لله انتهت ساعات الذروه الصباحيه على خير. مناطق التجاريه اللي في وسط المدينه ما زالت بتشهد حاله من الهدوء المروري، لسه النشاط التجاري يعني لم يبدا فيها حتى الان. اللي يهمنا هذه الايام واللي بنركز عليه مع غرفه عمليات وزاره التربيه والتعليم الرحلات المدرسيه الخاصه بالامتحانات اللي هي خاصه بالمراحل ما قبل التعليم الجامعي، الحمد لله جامعها بخير. طمن الساده اولياء الامور الاعمال اللي كانت بتقام على كوبري الاباجيه في مناطق الاوتوستراد هي اعتبارا من امس الاعمال تم تعديل موعدها. هتبدا من الساعه 12 بالليل حتى 6 صباحا فقط لمده 6 ساعات، وبقيه ال 18 ساعه اللي بقيت اليوم هيتم من 12 بالليل ل 6 الصبح. من 12 بالليل ل 6 الصبح. المنزل محور 26 يوليو اللي جاي من الطريق الدائري في اتجاه مناطق ميدان لبنان بيتقفل من 7 ل 11 قدامنا ساعه كده ويتم فتحه، لكن الحمد لله المحاور المرويه الطويله الهامه زي الطريق الدائري محور 26 يوليو قطاعات اكتوبر كوبري اكتوبر بالكامل مناطق الكورنيش الاوتوستراد كل هذه المناطق بتشهد حاله من السيوله المرويه عقب انتهاء كثافات الذروه الصباحيه. تمام. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا التقرير المروري سيادة العقيد مصطفى إبراهيم مدير غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور. شكرا لحضرتك مرة تانية. بصبح على حضرتك مشاهدينا بعد الفاصل دكتور هاني طارق خبير العناية بالأسنان، خليكم معنا.
اهلا بكم مره تانية مشاهدينا، وده معاد فقرتنا الرئيسيه الاولى في هذه الحلقه. الابتسامه احلى حاجه في الدنيا، والابتسامه الحقيقه ليها سحر وجاذبيه كبيره جدا، وهي كمان وسيله الانسان عشان يعبر بيها عن حاجات كتيره جدا. مش ممكن يعني مش شرط تكون السعاده بس، حاجات كتير جدا. في ناس كتير بيكون عندها مشاكل في اسنانها بتخليها تخبي ابتسامتها دايما وبتبقى مكسوفه. الايام دي كمان الاهتمام بموضوع يعني شكل الاسنان وبياض الاسنان والهوليوود سمايل والحاجات دي كلها بقى اكتر من الاول بكتير. هنعرف معلومات كتير جدا ازاي نحافظ على اسناننا وبالتالي نحافظ على ابتسامتنا من خلال لقائنا مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، دكتور هاني طارق، اخصائي تجميل الاسنان ومدرس التركيبات الثابته في الجامعه البريطانيه. اهلا بيك يا دكتور، صباح خير. اهلا بحضرتك، صباح الخير. في البدايه كده، احنا عندنا مشاكل كتير دلوقتي، ناس كتير بتخلي يعني شكل اسنانها او لون اسنانها بتخليها تخبي الابتسامه بتاعتها او تبقى دايما عندها مشكله. الموضوع ده راجع لان احنا مش بنزور دكتور الاسنان بالطريقه يعني المفروض نعملها. المفروض الاول نزور دكتور الاسنان كل قد ايه؟ احنا هنقول احنا المفروض نزور بصوره طبيعيه كل 6 شهور لو انا ما عنديش مشاكل. انا المفروض ازور طبيب الاسنان كل 6 شهور. كل 6 شهور تمام، عشان اعمل تنظيف ويبتدي هو يعمل تشيك، يشوف لو انا عندي حاجه ممكن تسوس، حاجه مش مظبوطه، يبتدي يعالجها في الاول قبل ما ان هي تزيد. تمام. في ناس يا دكتور يعني برضو بتحافظ على اسنانها وبتغسل اسنانها مرتين في اليوم وثلاث مرات ساعات، بس برضو بتفضل لون الاسنان مش المرضي بالنسبه لها، يعني بتبقى صفرة شويه او برضو بتعاني من التسوس. ده بيرجع لايه؟ تمام، يعني ممكن سؤال حضرتك نقسمه جزئين، جزء التسوس وجزء اللون. لو هنقول جزء التسوس فهو ده جزء علاجي، يعني دايما انا لو بغسل سناني، بس انا لو عندي سنان مسوسه في بقي فدي بتبقى اماكن فيها تجمعات بكتيريا كتيره جدا، فانا بغسل سناني بس بقي فيه كميات بكتيريا كتير وقاعده بتشتغل فقاعده بتسوس سنان تانية، فانا لازم اعالج سناني، اشيل اي تسوس، وبعد كده ابتدي ان انا بالغسيل الاسنان احافظ ان هي ما ترجعش تسوس تاني. اوكي، هل ممكن تسوس تاني؟ ممكن، لان شكل الاسنان بيبقى ممكن فيها حاجات ضيقه، حاجات بيتحشر فيها اكل، ممكن يظهر تسوس. علشان كده هنا بتيجي اهميه ان انا اروح لدكتور سنان كل 6 شهور. تمام. عشان لو في تسوس ابتدى من وهو صغير نبتدي نعالجه. بالنسبه لموضوع اللون، ممكن ده نقسمه برضو لكذا سبب. فانا ممكن اكون بغسل سناني بس في الالوان او الاصباغ اللي بتيجي على سناني مش كلها بتتكون على سطح السنه، السنه فيها مسام زي المسام اللي في الجلد، ففي بعض الاصباغ او الالوان دي بتخش جوه السنه نفسها فبتصبغ السنه من الداخل، فحتى انا بالغسيل كل يوم ومرتين في اليوم وثلاث مرات في اليوم واجيب معجون سنان تبييض لسه في معجون تبييض ده خطر فعلا زي ما بيقولوا؟ معجون التبييض لا مش خطر خالص، لا لا موجود شركات عالميه بتنزل. بس الناس بتقول ان ده خطر، ان هو بيشيل المينا بتاعه الاسنان ولازم ما نستعملهوش كتير حاجات كده، انا مش عارفه دي اشاعات صح؟ لا طبعا، ايوه طبعا، لا في معجين الاسنان العالميه كلها بتنزل معجين اسنان بيقولوا ان هي للتبييض او لتفتيح لون الاسنان، دي ما فيهاش اي مشاكل. ممكن الاشاعه دي طالعه شويه على التبييض اللي بيتعمل عند طبيب الاسنان اكتر، يعني بيقول لك انا خايف اعمل تبييض علشان ما اشيلش طبقه من المينا، او يعني انا بسمع الكلام ده كتير من الناس لما بيجي يسالني بس معجونات او معجين اللي هي بتاعه التبييض. لا الكلام ده مش سليم بالنسبه للمعجون وبالنسبه للتبييض اللي احنا بنعمله للدكتور كمان، يعني في الحالتين هي مش حاجه مضره. تمام، احنا نستعملها قد ايه؟ كل قد ايه معجون التبييض ده؟ معجون الاسنان اللي هو بيبقى مكتوب عليه التبييض ده عاده بيبقى الاستخدام اليومي، وانت هتلاقي مكتوب على المعجون ان هو الاستخدام اليومي. تمام. تبييض الاسنان اللي بيتعمل عند دكتور الاسنان دي حاجه بتتعمل كل فتره، بتختلف من حد للتاني، هي ما بتبقاش حاجه دايمه. احنا برضو بنرجع نفتح لون الاسنان، بنعمل تبييض، بس حضرتك بترجعي تشربي شاي او قهوه او نسكافيه او باكل حاجات ملونه، فبعد فتره بترجع تتصبغ تاني، محتاج ان انا اعيد عمليه التبييض دي تاني. تمام. من اول وجديد. تمام. طيب بالنسبه لموضوع التبييض بقى، في ناس كتير حابه ان هي تعمل الهوليوود سمايل دي، والتبييض بقى في كذا حاجه، يعني كذا، في حضرتك دلوقتي بتقولي في تبييض مش دايم وفي تبييض دايم وفي حاجه اسمها لوميني، عايزين نعرف ايه الفرق يعني. انت حضرتك قلتي مواضيع كتير قوي دلوقتي، هعمق يعني على اول حاجه الفرق بسرعه بينهم. هعمق على اول حاجه اللي احنا فعلا ده وده مصطلح يمكن بقى موجود مؤخرا. تمام. مصطلح الهوليوود سمايل. ما فيش حاجه اسمها هوليوود سمايل، يعني انا ما اقدرش اروح للدكتور اقول له ده كل الاعلانات مكتوب عليها دلوقتي هوليوود سمايل. ايه هي؟ حد انا عايز حد يقول لي ايه هي؟ اللي هي بتبقى اسنان بيضاء قوي دي، اللي هي فهو بقى مصطلح بيتقال على السنان اللي شكلها حلو، اللي شكلها بيضاء ومرصوصه
وجنب بعضها. بس انا لو رحت قلت دكتور السنان انا عايز هوليوود سمايل، دي مش حاجه موجوده عندنا. انا ممكن اقول انا عايز تبييض، او انا عايز اركب قشره مثلا على السنان، او انا عايز اركب فينير. فاحنا بقينا بنفهم اوكي انا عايز هوليوود سمايل، انا عايز يعني بيضه وحلوه ومترتبه وشكلها حلو. ازاي المصطلح العامي بتاعها ازاي يعني. اعمل كده؟ دي خيارات كتيره جدا والله. انا ممكن لحضرتك اقول لك حضرتك محتاجه تبييض بس، السنان شكلها سليم مش محتاج نعمل فيه حاجه. حد تاني ممكن يبقى محتاج تقويم، حد تاني يقول انا مش عايز اعمل تقويم، انا عايز اعمل حاجه سريعه في يوم واحد، وعايز اركب زي ما حضرتك قلتي لومينيرز او فينيرز او يعني. دي ممكن دي جانب تاني من العلاجات التجميليه. أوكي. غير التبييض والكلام ده كله. تمام. ففي وسائل. ايه التبييض الدائم ده بقى اللي هو بيبقى على طول ده بيتركب وبيتشال؟ انا مش عارفه ده ايه، بس في ناس بتقول دي في حاجه بتتركب وبتتشال. تمام. هنقول حاجه بتتركب وتتشال. دي حاجه شويه يعني ما نقولش ان هي حاجه دايمه، فدي بتبقى حاجه تقريبا حضرتك ممكن تلبسيها في مناسبه او لحاجه انت رايحاها and that's it. يعني مش هقدر ان انا حاجه مش هتغير في شكلي. فاحنا ممكن يعني علشان اسهل لحضرتك برضو الموضوع، لو هنقسم العلاجات التجميليه كده كاتيجوريز كبيره قوي، فنقول ان اقل اول حاجه التبييض. اوكي. التبييض هيغير ايه؟ هيغير لون الاسنان بس. مش هيغير في شكل السنه نفسها. ولا في ترتيب الاسنان. تمام. طيب واحد تاني عنده مشكله في ترتيب الاسنان، يبقى انا هحل له المشكله دي، مش التبييض مش هيحل المشكله دي. لازم فأقدر بقى احل المشكله دي يا اما عن طريق تقويم او عن طريق تركيبات. اوكي. واحد عنده مشكله في شكل السنان نفسها، السنه نفسها، يبقى انا برضه محتاج احل المشكله دي عن طريق التركيبات. التركيبات اللي حضرتك قلتي عليها اللي هي مؤخرا احنا في علاج من زمان جدا اسمه فينيرز. فينيرز كلمه فينيرز معناها قشره. دي قشره بتبقى رفيعه جدا، ممكن تبقى معموله من كذا ماده، بتتلزق على السنان من بره. دي بقدر اغير بيها شكل السنه نفسها. يعني انا عايز سنه مربعه مش حلوه، لا انا عايزها مستطيله، فانا عايز اطولها شويه، فانا هلزق عليها حاجه تطولها شويه. أوكي. وبتغير في الترتيب. يعني واحد عنده مسافات بين الاسنان مثلا، علاقه الاسنان بعضها، اقدر اقفلها بحاجه زي كده. او لو السنان معوجه اقدر ان انا ابرد شويه في الحته المعوجه واركب عليها الفينيرز دي، فيبقى عندي جميل السنان مرصوصه. طيب احنا معانا تليفون مدام مها من القاهره. صباح الخير. صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك مدام مها؟ الله يسلمك. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي مع حضرتك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. انا ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ الدكتور مع حضرتك. الدكتور مع حضرتك يا مدام. يا دكتور بس عايزه اسال حضرتك سؤال. انا عندي يعني نقص كالسيوم. اوكي. ايوه. وعندي سناني سنتين متكسرين، يعني كنت حاشياهم ومكسورين، فاحسن اشيلهم واركب جديد ولا يتركب عليهم؟ طيب شكرا يا مدام. مع الدكتور هيرد على سؤال حضرتك حالا. هي عندها نقص كالسيوم وكانت حاشيه سن درسين تقريبا وكسروا. عايزه بتقولي تركب مكانهم؟ اشيلهم دي صعبه شويه. يعني احنا مش بنشيل الاسنان غير لو هي في السنه فيها مشكله بتتلخلخ او فيها انفكشن او التهاب تحت الجذور بتاعتها. لو طول ما هي السنه كويسه وجذور ما فيهاش حاجه، ما فيهاش اي انفكشن، ما فيهاش اي التهاب، ما فيهاش اي حاجه، لا بنصلح السنه نفسها. يعني ليها تصليح طبعاً. مش تشيل خالص طبعا. بكذا طريقه. طب ممكن نصلحها. بالنسبه للناس اللي عندها نقص كالسيوم دكتور، يعني في ناس بيبقى عندها نقص فعلا كالسيوم زي استاذه كانت بتتكلم دلوقتي، بيبقى عندهم مشكله طول الوقت. بتختلف من حد للتاني. بالظبط. بتختلف من حد للتاني تاثير الكالسيوم ده تاثيره قد ايه على اسنانه. يعني مش كل ناس بيبقى نقص الكالسيوم تاثيره على الاسنان قوي جدا، فبتختلف من حاله للتانيه. في ناس بنضطر ان احنا نعمل لهم تركيبات كحمايه للسنان، في ناس مش بتحتاج علاج زي ده، بنحتاج بس ان احنا كل فتره بنتابعهم، خليهم يستخدموا معجون اسنان فيه فلورايد، بنبتدي نعمل لهم علاج عن طريق حاجات مواد حشو، مش بنحتاج ان احنا نعمل لهم. في عيانين بنحتاج ان احنا نقدر نعمل لهم تركيبات عشان نحمي السنان. تمام. طيب احنا معانا مجموعه من الصور عايزين حضرتك تشرحها لنا. نشوف الصور يا جماعه بعد اذنكم. تشرح لنا بقى حضرتك عليها دكتور. دي دي في هنا مشكله في السنين حضرتك، يا ريت تشرحها. احنا هنا هنقدر نشوف ان دايما الابتسامه ما بتبقاش مجرد الاسنان. فاحنا بنقول ان هي اللثه والاسنان. تمام. فبنبتدي اول حاجه في اللثه نبص عليها لون اللثه. تاني حاجه مستوى اللثه، هل اللثه في نفس المستوى ولا فيها طالع نازل، هل لونها وردي ولا لونها مغربي. تاني حاجه ترتيب الاسنان وعلاقتها ببعضها واطوالها.
طيب احنا ممكن بالظبط نشوف اللي بعديها بقى. دي كانت الحاله وهي قبل العلاج بقى نشوف بعد اذنكم. بالظبط يا فندم. دي بعد العلاج اهي واضح ان السنان اترتبت اول حاجه واضح ان احنا نقدر نشوف اللثه لونها ازاي بقى وردي. بقى شكلها صحي اكتر, بقى شكلها اجمل بكتير جدا. دلوقتي بقى في تقنيه الليزر بقت موجوده دلوقتي, بقينا نقدر ان احنا دي معموله بالليزر بالظبط, بقت بتجيب نتائج ممتازه في تغيير لون اللثه. جميل. وقادرين نشوف طبعا احنا لما غيرنا ترتيب الاسنان ولون اللثه قد ايه الفرق اختلف تماما. اختلف تماما. طيب نشوف الصوره اللي بعدها. دي حاله بقى اشرح لنا, دي حاله دي ملح. دي حاله هنشوف بقى هنا لون الاسنان لونه مش طبيعي, يعني حتى ورينا ان هي مغمقه بس مش مصفره, هي رمادي. غير ان هي مش مترتبه طبعا. بس اللون ده بيبقى نتيجه كان في انتبيوتكس الناس بتستخدمها زمان بتاثر على لون السنان ده. ما بيبقاش نتيجه اكل او شرب, والتبييض مش اللون الرمادي اللي في الجناب ده بالظبط. التبييض مش بيجيب نتيجه مع حالات اللي بيبقى لونها رمادي كده نتيجه الانتبيوتكس. فبنضطر ان احنا نعمل لهم فينيرز او لومينيرز او جلام سمايل او يعني تمام. دي بقى انواع مختلفه. طيب. من الفينيرز نشوف الحاله بعد العلاج. هي دي كده بقت بعد بالظبط. فقدرنا احنا هنا شايفين ان احنا عن طريق القشره دي او الفينيرز او الجلام سمايل على حسب كل كيس احنا استخدمنا لها ايه. ازاي بنقدر نغير لون السنان, شكل السنان, ترتيب السنان. اوكي نشوف اللي بعديها. دي برضو عندها مشكله في الترتيب وفي اللون مش كده؟ لا يعني هنقول الترتيب شويه, الاسنان مرصوصه جنب بعضها, فانا مش عايز اغير الترتيب هنا في الصوره دي. أوكي. بس هنقول ايه اللي هنا مش مظبوط. ممكن حجم الاسنان, يعني هنلاقي السنتين الاماميتين شكلهم مربع. ولما بنضحك مبينين جزء من اللثه شويه, ممكن زياده شويه. فانا في حاله زي دي انا مجرد انا لو غيرت اطوال الاسنان شويه هتبقى اجمل بكتير. بس انا في الحاله دي احنا طولنا الاسنان وعملنا لها فينيرز برضه عشان نغير اللون. طيب نشوفها بقى بعد. كده بقى. شايف حضرتك السنتين الاماميين لما طولوا ازاي ادت جمال للابتسامه وجاذبيه غير عاديه بتغيير بسيط قوي. فاهمه قصدي حضرتك؟ تمام. طيب نشوف اللي بعدها. دي هنا برضو كذا مشكله. كذا مشكله. الوان, ترتيب الوان اللثه كمان مش الوان السنان. تمام. برضو لو نقدر ان احنا نشوف الصوره اللي بعدها. طيب نشوف الصوره اللي بعدها بقى بعد العلاج. بعد العلاج دي بقى يعني من الجنب. دي بس لها هي, هي 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 نفس الصوره اللي كانت قبل, بس دي ممكن بعد من الجنب. شايفين برضو لون اللثه ازاي اختلف. التبييض, الايفكت بتاع التبييض ازاي فتح لون الاسنان. تمام. ودي ممكن عملنا لها فينيرز, بس فينيرز معموله بمواد زي اللي بنستخدمها في الحشو مش مواد بورسلين. طب اشمعنى دي تعمل لها علشان كده؟ احنا بالماده دي مجرد طولنا سنتين بس, ما اضطرناش ان احنا نعمل لها كل الاسنان بتاعتها. طيب نشوف اخر حاله بقى, الحاله اللي بعديها. ممكن هي دي نفس الصوره بس ده قبل. شايف حضرتك هنا قبل اللثه ازاي كانت سودة في الصوره اللي قبل كده اللي احنا شفناها. كان لونها وردي جدا ولون الاسنان كان لونه ابيض. وممكن السنتين القصيرين دول اللي حضرتك شايفاهم كانوا طوال, يعني هو نقدر نرجع للصوره تاني. طب نرجع يا جماعه للصوره اللي قبليها بعد اذنكم. الصوره اللي قبل. بالظبط. فهنا بقى لون اللثه طولنا سنتين بس اللي في الجنب وعملنا تبييض, يعني تغييرات بسيطه. فمش شرط, علشان كده بقول لحضرتك مش شرط ان هوليوود سمايل دي معناها ان انا اركب سنان على كل سناني. انا هقول لحضرتك لحد من الساده المشاهدين لحد من حد لحد بيختلف هو محتاج ايه. تمام. طيب شكرا يا جماعه. هقول حضرتك ليه بقى الموضوع ده داخل كمان في مش بس بقى دكتور السنان بيعالج دلوقتي, هو بقى داخل في موضوع التجميل. تمام. فزي ما بيشوفوا تجميل حد عامل واحده مثلا عامله وشها بحاجه, عامله خدود, عامله مناخيرها, عامله كذا, فبيشوفوا ممثله هم بيحبوها او ممثل هم بيحبوه عامل سنانه بشكل معين, فهو بيبقى عايز يعمل زيه. طبعا ما بتبقاش يا جماعه مناسبه زي, عشان كده هم اخدوها اللي هو مصطلح هوليوود سمايل على بعضها. فانا عايز زي سنان المشاهير. ايوه بالظبط زي سنان المشاهير. عايز زي ده. زي سنان المشاهير. تمام. بس يعني لو انا هدي نصيحه للساده المشاهدين, لو اي حد رايح لدكتور الاسنان عايز يغير في ابتسامته يشوف المناسب ليه, يشوف ايه اللي مضايقه في ابتسامته. يعني هو ممكن كل الناس بتبص في المرايه وبتبتسم في المرايه. اقول لحضرتك على حاجه, كل الناس عندها ابتسامتين. ابتسامه اللي بتبتسمها وهي بتتصور اللي هي ما بتبقاش من القلب قوي, اللي الناس بتسميها الابتسامه الصفراء. ودي بيبين فيها الابتسامه المناسبه بالنسبه له, اللي هو بيحس ان هو كده اكتر جاذبيه. اللي هو مثلا حس واحد عنده سنه ناقصه هنا فبيضحك
من غير ما يبين الحته دي تلاقيه بيحاول ان هو ما يضحكش جامد قوي. بس لو قلت له نكته هتلاقيه راح ابتسامه بقى اللي من القلب. تمام. وهي دي الابتسامه اللي بتوصل للناس. صحيح. فطبعا هو اهم حاجه ان الواحد يبص في المرايه ويضحك ويشوف انا ليه 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 بحاول اغير في ابتسامتي او ايه اللي انا بحاول ما بينوش ايه يعني ارضي ابتسامتي ازاي. وفي الاخر دكتور الاسنان بيقترح المفروض على اي حد رايح له ايه التغييرات اللي ممكن يعملها. أكيد. بكذا طريقه وايه الفرق ما بين الطريقه دي والطريقه دي ولا يقدر يختار الطريقه المناسبه بالنسبه. طيب معانا تليفون يوسف من القاهره. يوسف صباح الخير. صباح النور. الو الو. ايوه يوسف. صباح النور. يوسف قول لي الدكتور معاك هو عندك اي استفسار بالنسبه لموضوع تجميل الاسنان او التقويم او كذا؟ بالنسبه لدرس العقل ان هو بدا يطلع لي وكده. درس العقل ايه؟ درس العقل بدا يطلع لي وكده في مشكله في الاكل يعني وكده. بيطلع لك تاني؟ لا ابتدى. لا هو بدا يطلع لي. ابتدى. اوكي. عندك كام سنه يا يوسف؟ 18. تمام. طيب مضايقك يعني هو مضايقه درس العقل دلوقتي. طيب يوسف انا بشكرك دكتور هيرد حالا. يعني نقول طبيعي خلال ان هو الدرس بيطلع طبيعي ان بيبقى فيه ان الواحد متضايق. يعني ممكن نقارنها زي الاطفال وهي بتسنن بتلاقي ان اللثه بتضايقهم موجوع. ده بيبقى وضع طبيعي. بس انا افضل ان هو يشوف دكتور اسنان برضو هل هو طالع في مكانه مظبوط ولا هل هو مش طالع في مكانه مظبوط. هل في التهاب ممكن يستخدم له مضمضة معينة او بنج معين ولا ده حاجة طبيعية. اوكي. عامة احنا مش يعني ممكن في امريكا في اتجاه الناس تخلع درس العقل على طول اول ما يبتدي يطلع بيتخلق بيشلوه. ممكن انا مش من المدرسة دي قوي. من مدرسة محافظة شوية ما احبش ان انا اخلع حاجة الا لو كانت عاملة مشكلة. فوالله لو درس العقل طالع في مكانه سليم وعندي درس عقل فوق وتحت وبستخدمهم في الاكل ومش عاملين لي مشكلة مفيش داعي ان انا اخلعه. لو هو في مشكلة طالع معوج عامل التهاب في اللثة في مشكلة ساعات في الحالة دي بنقول ان انت ممكن تخلع. نفكر نشيله. طيب دكتور نصيحة اخيرة كده للحفاظ على اسناننا سواء يعني نغسل اسناننا كم مرة في اليوم والاكل بقى. تمام. احنا هنقول ان اهم حاجه مش دايما غسيل الاسنان. يعني طبعا غسيل الاسنان هو اهم حاجه في الحفاظ اليومي. بس لو انا عايز افكر في صحه اسناني انا هفكر في غسيل الاسنان وهفكر في عاداتي في الاكل. بمعنى انا ممكن اغسل اسناني مره الصبح ومره بالليل بس انا باكل في النص 30 مره. يعني انا بفطر بس بعد كده وانا ماشي بروح جايب كيس شيبسي بعد شويه بروح جايب شوكولاته بعد شويه بروح جايب انا قهوه أي مش عارف سجاير سكر حاجات سكر. يعني نتكلم عن الاكل والشرب عامه. اوكي. اي حاجه فيها اكل وشرب او سكريات او كربوهيدرات او الكلام ده انا لما باكله ده بيزود التسوس في بقي او معدل التسوس في بقي. اول تلت ساعه دي بتبقى الاكتيفيتي بتاعت التسوس عاليه جدا لحد ما بقي يبتدي يغسل الكلام ده وتبتدي المستوى ده ينزل تاني. طيب نعمل ايه بقى هنحاول ان احنا ما ناكلش بين الوجبات. يعني دي حاجه مهمه جدا ومش صحيه عامه يعني نخلي الاسنان عشان حاجات تانيه كمان بلاش. فهنحاول ان احنا نعمل كده. الحاجه التانيه هنحاول لو انا ما بقدرش اغسل سناني فورا بعد الاكل على الاقل امضمض بقي بميه. انا لو حضرتك كلت شيبسي او عيش او كده لو عملت لساني كام هلاقي في كميه حاجات غير طبيعيه. فاقل حاجه لو انا مش هقدر اغسل سناني بعد الاكل فورا ان انا امضمض بقي اقلل من كميه السكر اللي انا باخدها والبيبسي. بس الافضل انه يغسل سنانه بعد الاكل مباشره فورا على الاقل اللي هو بعد الثلاث وجبات بتاعتنا. أوكي. ممكن بعد كده في ليفل تاني ان انا استخدم مضمضه للبق بتقلل التسوس. ممكن ان انا استخدم في اجهزه دلوقتي بتنظف الميه بتنظف البق عن طريق الميه بميه بضغط قوي جدا اسمها ووتر بيك. زي خيط الاسنان او ممكن بتنظف احسن من خيط الاسنان. يعني في بتبتدي مستويات من الفرشه تاني تطلع فرشه وغسول للفم غسول للفم وخيط للاسنان. بعد كده ممكن اجيب جهاز مختص ان هو ينظف بطريقه احسن كل وهكذا. واحد بقى طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. نورتينا النهارده دكتور هاني طارق اخصائي تجميل الاسنان ومدرس التركيبات الثابته في الجامعه البريطانيه. شكرا لحضرتك مره ثانيه. مشاهدينا استنونا بعد الفاصل فقرتنا اليوميه صباحك نت.
اهلا بيكم مره ثانيه مشاهدينا ودمعات فقرتنا اليوميه صباحك نت. هنشوف الناس بتتكلم في ايه على فيسبوك وعلى تويتر، وكمان هنشوف فيديو على يوتيوب، خليكم معانا. اول حاجه طبعا على فيسبوك، بما اننا في الامتحانات وبتشاركوا وجدانيا طول الوقت في ايام الامتحانات الصعبه دي، فكان في كوميكس كتير جدا بيوصف حال الطلبه قبل دخول الامتحان. تعالوا نشوف زي ايه يعني كوميكس. في كان في كذا صوره، تعالوا نشوف. نشوف بعد اذنكم دي. في اول الترم كان عندي احساس اني هسقط، طب ودلوقتي لا الحمد لله بقيت متاكد اني هسقط. يعني الموضوع بقى صعب يعني. هو كان في كذا حاجه بس احنا قلنا نوريكم الصور دي، لان بقيت الحاجات فيها تشاؤم شويه. طيب دي كانت الصوره اللي على فيسبوك. تعالوا نشوف بقى تويتر. اول هاشتاج جاي في بالي، كل واحد كان بيقول جاي على باله يعمل ايه. يارا بتقول انا جاي على بالي ما اروحش الامتحان بكره. سيد بيقول يا بقى لو في طالعة على اسكندرية اجازة، يعني سيد عايز اجازة. دينا بتقول اسافر اصيف برضو. ومريم بتقول جاي في بالي اركب عجل. طب يارا هي الوحيدة اللي ما ينفعش، يعني بقية الحاجات متاحة بس يارا الوحيدة اللي مش عايزة تروح الامتحان، دي حاجة الوحيدة اللي ما ينفعش. تعالوا نشوف الهاشتاج التانية، كبر دماغي واعمل ايه. كل واحد بيقول هكبر دماغي وحاجه يعني جواه عايز يعملها ومش قادر يعملها، فقرر ان هو يكبر دماغه ويعملها. ياسمين بتقول وهكبر دماغي واضحك رغم كل الظروف. رانيا بتقول هكبر دماغي واعمل نفسي ما خدتش بالي، كبر دماغها خالص يعني. وفاطمه بتقول هنفض كلام الناس اصلا ملوش لازمه. كويس قوي يا فاطمه، يا ريت تعملي كده. هنا بتقول واقفل الكتاب ورايح اعصابي شويه بلا نيله. رايح اعصابك شويه بس مش على طول يعني يا هنا. تالت واخر هاشتاج معانا كلمه تهديها لشخص في بالك. نور بتقول مفيش ولا كلمه كفايه بس انه في بالي. الله. هبه بتقول ما تخافش مني انا اللي زي تخاف علي. وايفن بتقول مضى ومضيت وكأن شيئا لم يكن. طيب سناء بتقول ما بقتش بحبك زي الاول وبقيت بفضل ناس كتيره عليك. يا دي يعني مشاكلكم كترت، مشاكلكم كترت. يلا تعالوا دي اخر حاجه على تويتر. تعالوا بقى نشوف يوتيوب النهارده، فيديو لطيف جدا الناس اللي بتحب خفه اليد والسحر والكلام ده كله. ذا بيست تالنت ان ذا وورلد، معانا النهارده فيديو عن مهاره احد الاشخاص في اعمال السحر وخفه اليد. الفيديو ده تجاوز 27 مليون فيور شيب، تعالوا نشوف.
تعالوا بقى نشوف. طبعا زي ما قلت لكم الفيديو ده تجاوز 27 مليون مشاهده. هو مش بس خفه يد في يعني السحر والحاجات دي، هو كمان عنده يعني ما شاء الله لياقه فظيعه جدا. الناس بقى اللي حابه تخرج النهارده تروح امتى والساعه كام النهارده؟ الساعه 12 الظهر، ده كمان يعني على طول كمان ساعه او ساعه وربع. هيكون في بيت السناري هيستضيف منتدى ابداع الشباب اللي بيهدف البرنامج ده الحقيقه بيهدف التواصل مع شباب في محافظات كتير جدا وبناء قدراتهم العمل. اللي عايز يحضر حاجه زي دي بيعززوا فيها كمان العلم والتراث الثقافي في مصر. الساعه 7 بالليل في مسرح النهر في ساقيه الصاوي بتقدم فرقه الفراعنه للراب العربي حفل بيتضمن مجموعه من اغاني الراب. وكمان الناس اللي عايزه تروح السينما النهارده على مدار طول اليوم حفلات السينما المختلفة، سينما دريم لاند بتقدم أفلام اللي موجودة دلوقتي أو الأيام دي في السينمات. فيلم كابتن مصر موجود في سينما دريم لاند بطولة محمد إمام وهالة فاخر وحسن حسني، كمان زنقة الستات لحسن رداد وإيمي سمير غانم وكرم الكينج الفنان محمود عبد المغني وجمهورية إمبابة لباسم سمرة وعلا غانم. تعالوا نشوف بقى بقية الأماكن ونرجع لكم مرة تانية. مرة تانية مشاهدينا، وده معاد فقرتنا الرئيسية التانية في هذه الحلقة. الحقيقة ضيفتي النهاردة عندها قصة حابة ان كل السادة المشاهدين يعرفوها، مش لأي سبب غير ان هي كانت على حافة ان هي تقع ضحية عادات وتقاليد وكلام فاضي وعادات وتقاليد غلط جدا. للأسف العادات دي لسه موجودة في مجتمعنا. هنعرف منها كل الموضوع. ضيفتنا اللي بنرحب بيها الصحفية عزة مغازي. اهلا بك يا عزة. عزة، في البداية كده انت لسه يعني مستلمة جايزة ما شاء الله والف مبروك يوم الاربع اللي فات. قولي لنا كده، خلينا نتكلم من الاخر، الجايزة دي كانت عن ايه؟ دي جائزة الصحافة العربية عن فئة التحيات الاستقصائية لعام 2015، استلمتها يوم الأربعاء من دبي. تمام. ده كان أفضل تحية استقصائية على مستوى العالم العربي كله. كنت عاملاها عن إيه؟ عن الأدوية المغشوشة. عن الأدوية المغشوشة، جميل. ومش حاجة سهلة برضه. طيب قولي لي بقى، أنت في الأول كده كان إيه المشكلة؟ يعني إحنا عارفين أهلك كانوا رافضين أنت تلتحقي بالعمل الصحفي، ليه؟ كانوا خايفين من إيه؟ هي فكرة شوية في الأرياف بيبقوا خايفين على البنت إنها تخرج. تمين أصلا؟ أنا من حوامدية جنوب الجيزة، فبيبقى شوية مش فكرة إنهم رافضين عملي كبنت، هم بيبقوا شوية الصحافة بالنسبة لهم صعبة شوية على البنت إن هي تخرج وتتأخر وتسافر، بس هو ده اللي كان مخوفهم يعني من الموضوع كله. بس فيما بعد لما أثبتت نفسي كانوا خايفين من خطورة المهنة مش من إن أنت تشتغل. لا لا، من خطورة المهنة نفسها. تمام. بعد شوية لما بدأت أشتغل وأثبت نفسي الدنيا بدأت تبقى أفضل بالنسبة لي، وبدأوا يوافقوا لي شوية شوية، بدأوا يقتنعوا بيا ويؤمنوا باللي أنا بعمله. أوكي، ويوافقوا لي. طب أنت حالة الرفض اللي كانت في الأول دي ما عملتلكيش إحباط؟ لا شوية كانت بتحبطني أكيد طبعا، إنه كل حاجة بتبقى عايز تعمليها ما بتلاقيش حد واقف معاكي أو شايف إن هو في الآخر أنت هتبقي إيه يعني. لكن
اصراري ان انا عايزه اعمل حاجه هو اللي خلاهم يقتنعوا في ان هم يوافقوا لي على اللي انا عايزاه. طب الوقت اللي انت كنتي بيحصل لك فيه حاله الرفض دي او ان هم بيقولوا لك لا الموضوع ده خطر عليك ممكن تتعرضي لاي مخاطر خصوصا الايام دي يعني, بس انت كنتي يعني بتحفزي نفسك ازاي؟ انت بتقولي انك كنتي لوحدك في الموضوع يعني ما كانش في حد واقف جنبك. لانه اي حد عنده هدف عايز ينجح دايما بيسعى ورا ده فمش بيبص لاي حاجه تانية. فكان نجاحي هو اللي دايما شايفاه قدامي فكنت بأصر وبحاول حتى في ناس بتبقى شايفه النجاح ده بس بتبقى مستصعبه الطريق وبتقول لا خلاص انا يعني مش هقدر اكمل. لان انا من صغري اصلا كان نفسي ان انا ابقى صحفيه فده كان مخليني طول الوقت مش شايفه. ليه نفسك كان نفسك تبقي صحفيه؟ كان في بنت جارتي صحفيه استاذه تهاني تركي كانت دايما شايفاها مثلي الاعلى كنت بحب قوي اقرا لها حتى وانا في ثالثه ابتدائي كنت بقصقص الجرايد العربي المصري والاسبوع كنت بقصقص الجرايد الموضوعات اللي هي بتعملها ودايما ألزقها عندي على باب أوضتي. فكنت حابة جدا المهنة وكنت هي شايفاها هي قدوتي ومثلي الأعلى فده كان مخليني طول الوقت. يعني هي جارتك هي اللي حبيبتك في المهنة؟ هي اللي حبيبتني في المهنة. أنت كنت شايفة نفسك صحفية شكلك إيه بقى وأنت صغيرة كده؟ كنت بتحلمي تعملي إيه؟ كنت دايما بحلم ان انا اقدر اعمل موضوعات صعبه موضوعات فيها مغامره ان انا اخرج اسافر اعمل حاجه ما فيش حد عملها. كنت دايما شايفه نفسي في الحاجات الصعبه يعني حتى دلوقتي الموضوعات السهله مش بعرف اعملها. تمام. يعني دايما بختار موضوعاتي تكون صعبه شويه وانا ببقى حابه ده على مستوى طبعا الموضوع اللي يعني عملتيه واتكرمتي عليه موضوع الادويه المغشوشه. قولي لي اشمعنى اخترتي الموضوع ده؟ هو طبعا الأدوية المغشوشة ده يعني حاجة صعبة جدا ان احنا نبقى عايشين في مجتمع فكرة ان الانسان ما يقدرش يحصل على دواء سليم دي حاجة صعبة قوي. شفتي حاجة قدامك خليتك حركت فيكي مثلا؟ كان في حالة جارتي ست كانت نفسها تبقى حامل وبعد 11 سنة من ربنا رزقها بيبي وبقى في بيبي في بطنها اخذت دواء مغشوش اجهضها وحتى الان الكلام ده بقاله 3 سنين حتى الان مش عارفه تاني يتعوض ده. فده كانت بدايه الفكره جات لي منها انه ازاي دواء ولما جابت لي علبه الدواء اللي هي اشتريتها مكتوب ان هو مصرح بيها من وزاره الصحه وفي ليها رقم وكود وكل حاجه وان الدواء هم بقى بيزوروا كمان ال وده اللي انا عملته دي. ان انا زورت علبه الدواء والدواء نفسه والاسم الدواء وان انا اسست شركه دواء كل الحاجات دي كنت حتى خطواتي اول ما بدات افكر في الموضوع كفكره في البدايه خالص قلت اكيد هيبقى صعب جدا. انت عملتي سيناريو يعني عشان توصلي وصلتي لايه في الاخر؟ مين اللي بيغش الدواء؟ اي حد ممكن يغش الدواء ما فيش اي رقابه بس هي المسؤوله الاولى عن الموضوع هي وزاره الصحه لانه ما فيش اي تفتيش. وزاره الصحه قبلت التحقيق بتاعك ازاي؟ كل اللي عملوه الحقيقه انا يعني اتضايقت جدا انه ما كانش فيه خطوات جد على ارض الواقع ان وزير الصحه عمل جوله تفتيشيه للمخازن اللي هي في قلب القاهره وبالتالي عمل محاضر بسيطه جدا لدواء منتهي الصلاحيه بس لكن ما كانش فيه انت تقولي اي حد ممكن يغش الدواء دي مشكله يعني ما كانش فيه رقابه بالمعنى الادق يعني غير انه هي وزاره الصحه المفروض انها ما عندهاش اصلا تفتيش صيدلي على الصيدليات ولا المخازن فبالتالي سهل جدا اي حد يعمل دواء ومن خلال مغامرتي او التجربه اللي انا قمت بيها لقيت انه سهل جدا ان محدش قال لك انت تعملي خالص اطلاقا. انت عملتي نفسك يعني شركه عملتي نفسي شركه مندوبه ادويه رحت لدكاتره دكاتره وافقوا ياخدوا مني الدواء رغم انهم عارفين ان الشركه وهميه او شركه مش عارفين بقى لا هم عارفين عارفين لان المفروض ان الدكتور بيتعامل مع الشركات الكبيره او الشركات اللي هي معروفه في السوق فلما تجيب شركة جديده حتى يعني؟ الشركه اسمها رابش فارما ما حدش اخد باله خالص ان كلمه رابش يعني زباله فكل اللي كان همه رابش فارما وعندي ما يثبت ده ان انا عملت فواتير وضربتها وبعت بيها لوزاره الصحه الدكتور واخدها منك واخدها من اسمها رابش فارما وما اهتمش اصلا هو يبص على اسم الشركه هو الدكتور لما بتدخل مندوبه المبيعات بيبقى كل همه ازاي هيستفيد من الشركه او ياخد ازاي هيحصل على اعلى ربح فما كانش في ذهنه خالص ان دي ان كلمه رابش انا اتصدمت حتى الصيادله اللي اتعاملت معاهم من خلال مخازن وزاره الصحه او المخازن الخاصه ما اهتموش بيها برضو دي والله هم يضحك وهم يبكي يعني رايحه على كل الناس ما حدش اخد باله من معنى كلمه خالص. رابش اللي هي معناها زباله فعلا. طيب عزه طبعا انا بحييكي وببارك لك مره ثانيه وبتمنى لك ان شاء الله بقى مزيد. انت واضح انك بتعملي سيناريوهات في دماغك وبتعملي عن طريقها تحقيقات بحييكي جدا وبشكرك وان شاء الله مستنيين منك تحقيقات ان شاء الله اكتر وكده طول ما في ان شاء الله صحفيين كده مصحصحين زيك ان شاء الله خير اللي جاي احلى.
ان شاء الله. عزه مغازي بشكرك مره ثانيه. زي النهارده 18 مايو حصل حاجات كتير قوي. النهارده 18 مايو زي النهارده بيتم الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف وكمان اليوم العالمي للقاح ضد مرض الايدز. كمان زي النهارده 18 مايو سنه 1965 نفذت سوريا حكم الاعدام على الجاسوس إلي كوهين بعد ادانته بالتجسس لصالح اسرائيل. وزي النهارده سنه 1291 المماليك سيطروا على مدينه عكا بعد فتره من طرد الصليبيين منها. حاجات كتير جدا حصلت 18 مايو. تعالوا نشوفها ونرجع لكم مع فقرتنا الاخيره معلومه تهمك. ده معاد فقرتنا اليومية معلومة تهمك. تعالوا لكم شوية حاجات كده يعني عجيبة شوية ويمكن احنا بنعملها مش واخدين بالنا منها. بحسب اطروحات علماء الاجتماع الاطروحات قالت ايه بقى؟ قالت ان احنا من يعني لما حد يزعلنا ما نسمحش اي شخص بسبب خوفك ان انت تفقده، لان ده هيكون بداية لدخولك مرحلة من الاكتئاب والشقاء والتعاسة. يعني لو حد زعلك وهو مزعلك قوي وانت مش قادر تسامحه وسامحته غصب عنك، لا يعني هتحس ان انت حياتك مضطربه جدا وكيانك كله النفسي مضطرب. فخليك احسن يعني صريح وواضح ان هو يبعد عنك احسن من ان هو يفضل موجود في حياتك وانت متضايق منه، لانك هتضغط على نفسك بعد كده في حاجات كتير جدا وممكن تخسره بعد كده للابد. السباحه مهمه جدا، بتقوي عضلات المعده والذراعين ورجلين واستبدال خلايا المخ التالفه، مهم جدا. كمان السباحه بتمنع ارتفاع ضغط الدم وبتحافظ على نسبه الكوليسترول في الدم. فنحاول الناس اللي حتى اولادها تخليهم يمارسوا السباحه بكثره. حاجه بقى احنا كلنا برضو كتير مننا بنعملها، عباره لما حد يسالك سؤال تقول له ها. كلمة ها دي نوع من الاستفهام، بس الحقيقة هي دليل على اختلال وتدهور الحالة العقلية للشخص، مش ان هو سببه من هو مش نايم كويس او عنده اضطرابات في النوم. فان هو يفضل كل ما حد يقول له حاجه يقول له ها كده، دي ترديد العباره دي بصفه متكرره معناها ان قدرات الانسان الادراكيه ابتدت ان هي تتشتت، وعلشان يحد او يوقف الموضوع الها ده لازم يبتدي ان هو ينظم نومه ويزود شويه ساعات النوم. تعالوا طيب نشوف بقى بقيه المعلومات ونرجع لكم مره تانية. خليكم معانا.
حلقتنا النهاردة من برنامجكم صباح دريم، يا رب تكون عجبتكم واستفدتوا منها. يسعدني جدا تواصل حضراتكم معنا، وطبعا عن طريق صفحتنا على فيسبوك صباح دريم، مستنية كل أراءكم وكل مقترحاتكم. لو حابين تقولوا حاجة معينة أو حابين نتكلم في موضوع معين، ياريت تبعتولنا على صفحتنا صباح دريم على فيسبوك. واللي ملحقش يشوفنا يشوفنا على تشانل بتاعتنا على يوتيوب دريم تي في، يقدر يشوفنا في أي وقت، يعمل سبسكرايب ويقدر يشوفنا في أي وقت. بكرة إن شاء الله أشوفكم وحلقة جديدة، وإن شاء الله مواضيع جديدة، 9:30 صباحا بتوقيت القاهرة، وحلقة جديدة بصباح دريم. باي باي.